زي ما انتوا شايفين بقطع كرفس. عادة صوص البولونيز اللي هي الصوص الإيطالي الشهير المحبوب أكتر حاجة في العالم، باستا اللي بالتوميتو صوص، صلصة الطماطم البسيطة بيحبوها الولاد بيحبوها الكبار، بيدخل في الخضار. ودي حاجة يمكن إحنا لما نيجي نعملها أنا بقعد أفتكر ماما ما كانتش بتضيف غير شوية بصل وتوم. هو الوصفة الأصلية فيها الجزر، كرفس، بصل، توم، أعشاب، هنحط النهاردة الزعتر. ده مش بس بيزيد الطعم، وبالمرة بما أنه الولاد بيحبوها تكون فيها فوائد أكتر. هقطع الكرفس. كرفس ده اسمه كرفس فرنساوي، طبعا هو مزروع في مصر بس ده اسم الكرفس اللي بقى العدان، العيدان بتاعته كده زي ما انتم شايفين كبيرة. نقطعه رفيع، ومهم نقطعه رفيع عشان الولاد لو شافوا مع الأكلة اللي بيحبوها قطع من الجزر والكرفس، وهي هي أصلا الوصفة القطع فيها صغيرة، بس قصدي علشان الولاد ما يحسوش بوجودها، حدوب لما نشوحها في الأول. فدايما بحب أخد كل قطع الكرفس، يعني مش بس الحتة اللي تحت، باخد ما بين الورق وبقطعها رفيع. فعندنا الكرفس والجزر زي ما قلنا، البصل والثوم. الثوم هقطعه شرايح، بس تعالوا نبتدي نحط الباستا تتسلق. ميه بتغلي، هنملحها كويس. دايما بقول وكل شفات الايطاليين بيقولوا، تعلمت ده منهم، انه المرحله المهمه واهم مرحله في ادخال طعم الملح المظبوط على الباستا هي في مرحله السلق. شويه زيت، وده مدارس، في شفات بيقول لك ما بيحطوش زيت، شفات بيحبوا يحطوا زيت، انا من مدرسه نحط زيت. البولونيز عاده بتتعمل مع الاسباجيتي العاديه، حابه النهارده اعملها مع الفيتوتشيني، ممكن تعملوها مع الباربادلي الاعرض، مع البن اللي انتوا عايزينه. تعالوا نحطها تتسلق، او مع الباستا الطازه اللي احنا بنحضرها في البيت. وشفتوا الحلقه كانت اعتقد حلقه الفالنتاينز، وعملنا الباستا من سكراتش من بيض ودقيق. اللي حابب يجرب هتعجبه جدا جدا جدا، يرجع لصفحة القاهرة والناس على اليوتيوب وهتلاقوا حلقة، كانت مش 14/3 كان الحد، حلقة الخميس اللي قبله على طول عملنا سالمون اعتقد مع روزي صوص وفريش باستا، باستا منزلية. هتأكد بس انه اتغطت بالمية كلها. هخلي جنبنا التونج، ده من ادوات المطبخ اللي بحبها جدا، وهتلاقي عندي كذا واحد وموجود في كل محلات التجهيزات، من اكتر الحاجات العمليه في المطبخ. وحلو قوي على فكره، بتشوفوا ساعات اطباق باستا مغروفه كده بحرفيه جدا، بيغرفوها بالتونج ده وبيلفوها، اللي هي المطاعم الخمس نجوم. وهو هاندي، يعني مفيد جدا لينا في التقليب وفي حاجات كتير في المطبخ، ارشح انه يبقى عندكم. تعالوا نبتدي بصوص البولونيز. خلوني احط الحله دي، شايفين بيضاويه، والبوتاجاز هنا بوتاجازات بيكو فيها الاوبشن انه نوسع العين بشكل بيضاوي مش بس دائري زي ما انا عامله هنا. فهحط الحله كده وادوس على العين اللي فوق دي واخد اعلى حراره، وهنا الدائرتين اللي جنب بعض دول لما تنور يعني النار او الحراره متوزعه بشكل بيضاوي. هنا عندنا دائري صغير وكبير، وهنا بيضاوي مفيد لاشكال الحلل المختلفه. اكل ايطالي يعني زيت زيتون. هنحط الزيت، وهنحط الأول الأعشاب كالعادة. عندنا هنا الزعتر، خلي الزعتر يسخن مع الزيت ويدينا النكهة الحلوة اللي جواه تنزل في الزيت اللي هنحمر فيه الآتي. هاخد توم، والتوم هنا ما بحبوش مهروس، بحبه شرايح، هنقطعه شرايح رفيعة، بيبقى طعمه أقل حدة من لما يتهرس. الهرس بيطلع كل النكهات وبتبقى واضحة وصريحة أكتر. فهنقطع الثوم، ناخد كمان واحدة، نكهته حلوة جدا في البولونيز. تعالوا ناخد الثوم، وعندنا معلقة نقلب. ريحة الزعتر تجنن، ولو ما فيش زعتر أخضر إحنا ممكن نحط زعتر ناشف، بس بلاش الناشف يبقى في الأول كده، ممكن يتضاف وإحنا بنغلي الصوص. هحط الكرفس اللي قطعناه، ما فيش ترتيب دلوقتي، هنحط الكرفس، عندي هنا كمية كمان. هنحط البصل، بصل أبيض أو أحمر مش فارقة، وهنحط الجزر.
الخليط ده اصلا اساس لوصفات كتير في المطابخ العالميه، الجزر، البصل، ثوم والكرفس. ناخد باقي الكرفس من هنا نقلبهم. لو احتاجنا زيت زيتون تاني، لانه زي ما انتم شايفين تقريبا الخضار امتص كل الزيوت، خليه بس يتشوح شويه ونزود زيت الزيتون. زيت الزيتون طبعا غني عن اني اقول فوائده الكثيره، بس ناس كتير بتقول لي ليه زيت الزيتون ما نقدرش نطبخ بيه. هي مث، هي خرافه. في انواع كتير من زيت الزيتون، في زيت الزيتون اكسترا فيرجن اوليف اويل اللي هو البكر الخام الاول عصره، ده طعمه يجنن، ما بنضيعوش بالطبخ. بمعنى لما يبقى عندي زيت زيتون اول عصره وزيت زيتون البكر العادي وزيت زيتون اللي هو مش اول عصره ريجولر او اللي بيسموه اوليف اويل فيرجن اوليف اويل بكر اول عصره، ده بيبقى اعلى درجه، ده طعمه في الاكل فود جريد اهم من انه نطبخ بيه. فبنطبخ بزيت الزيتون العادي وبنوفر زيت الزيتون اللي هو درجاته اعلى بالطعم. العصره الاولى عاده بتبقى اكتر واحده طعم زيت الزيتون حلو فيها، وبتبقى بالتالي اغلى نوع من زيت الزيتون، بيكتبوا عليه اي في او او بقى، يعني دخلت الديكشنري الكلمه دي، اكسترا فيرجن اوليف اويل، يعني زيت زيتون بكر خام درجه اولى. ف نطبخ بيه لانه ببلاد الشام بيطبخوا جدا بزيت الزيتون. يمكن الارتفاع سعره كمان مع الوقت قلت استخداماته في الطبخ، بقى مجرد للسلطات وكده، بس للناس اللي بيقولوا لي مضر، ابدا زيت الزيتون مش مضر. بلاد الشام يعني بسمع من بابا لما احكي له الحكايه دي يقول لي جدودنا كانوا بيشربوه وبيطبخوا بيشربوه، ياخدوا زي الدواء كده الصبح فنجان صغير من زيت الزيتون، وما كانوش يعرفوا اي زيوت تانية غير زيت الزيتون، وصحتهم ما شاء الله كانوا بيعيشوا لحد فوق ال 100 سنه. فاكيد ما كانش مضر. طيب تعالوا دلوقتي نضيف اللحمه. عندي هنا لحمه مفرومه، هناخد الكميه دي شويه كبيره، هاخد الكميه دي كفايه للصوص. لاحظتوا اني ما حطيتش ملح، احنا هنضيف للنكهه مكعبين من مرقه الخضار من ماجي، ملحها مظبوط جدا، فمش هضيف الملح دلوقتي، انا ممكن اضيف الفلفل الاسود فقط كنوع من انواع البهارات. اين الفلفل الاسود؟ ده ملح، ده الفلفل الاسود، بحب اضيفه طازه، مفيش اي نوع بهارات. الماجي مكعبات الخضار هنبص دلوقتي حالا عليها مع بعض، فيها خليط من البهارات المتوازنه وفيها البصل والجزر اللي هم من روح الطبخه دي، وزي ما قلت لكم مليانه نكهات حلوه ومتوازنه وملحها مظبوط، فمش هنضيف دلوقتي ملح، احنا مجرد بس هنسوي اللحمه قبل ما نضيف عصير الطماطم. انا بحب اعمل حركه يمكن مش في كل الوصفات موجوده، بحب تكستشر قوام الطماطم الطازه، فبحب خليها كده نسيبها هنا. تعالوا نقطع شويه طماطم طازه قبل ما نطلع فاصل واضيفها عليها، يمكن عشان ماما دايما كانت بتدخل الطماطم الطازه، فبحس دايما انها بتبان قطع صغيره مش بس يبقى الطماطم بيوريه زي ما انتم شايفين قدامي. فهنقطع طماطم كده رفلي، يعني قطع صغيرة، مش لازم تكون متساوية ولا حاجة، احنا مش سلطة، هي هتدوب جوه الأكل جوه الصوص. ممكن أقطع واحدة أو اتنين. عارفين الطماطم المعلبة أو البيوري كمان بيبقى زي ما قلنا قبل كده بتبقى متعلبة في أعلى مراحل الطماطم حلاوة، بتبقى سويت، متبقاش فيها حموضة كتير. الطماطم دي بتبقى مززة، فالتوازن ده حلو جوه الصوص. تعالوا ناخدها هنا في المرحلة دي، هقطع واحدة كمان سريعا ونضيف قبل ما نطلع الفاصل، نضيف البيوريه ونضيف مكعبين مرقة الدجاج من مرقة الخضار، وممكن على فكرة تضيفوا مرقة الدجاج بس في لحمة، وأنا حاسة نكهات مرقة الخضار هنا هتبقى لايقة أكتر.
تعالوا نضيفهم، نقلبهم تقليبة صغيرة. خلوا بالكم مش عايزين نسوي اللحمة زيادة عن اللزوم لأنه هتستوي جوه عصير الطماطم. هنحط دلوقتي معلقتين من صلصة الطماطم، هقول لكم حاجة، هنطلع فاصل وأسيب صلصة الطماطم تتسبك شوية مع اللحمة، ولما نرجع من الفاصل نضيف باقي الإضافات وتكون الباستا استوت خلاص، هي على وشك شايفين، ونرجع نكمل كل الخطوات مع بعض. سويت صوص اللي هو بيوريه الطماطم أو معجون الطماطم أو صلصة الطماطم مع اللحمة الأول، لأنه بتفرق جدا لما نسخنها ونحمرها مع أو نسويها مع الزيت والخلطة، أي كانت الخلطة بالأول، لما نضيف المية أو المرقة أو أي حاجة بنضيفها على الوصفة بتطلع طعمها أحلى. تعالوا نصفي الباستا، الباستا بقت جاهزة، نحطها جنبنا، مش محتاجين الغطا. طيب هنضيف دلوقتي عليها بيوريه طماطم، عصير الطماطم على الخليط، نجيب معلقة. زي ما قلت لكم تبقى الطماطم دي متعلبة في الموسم بتاعها، فشايفين لونها أحمر إزاي، تبقى طعمها مسكر اكتر. الطماطم اصلا زمان كانت تعد فاكهه من حلاوتها. تعالوا نقلب، خلونا نشيل العروق، الزعتر كل الورق نزل هنا، فلما نلاقي عروق خلاص بنشيلها نحطها هنا. شايفين العروق بتطلع نظيفة لأنه كل ورق الزعتر تقريبا نزل في الصوص وادانا النكهة. كل ما الاقي عرق احشيله. خلاص نسيبها تتسبك شوية، بس تعالوا نحط لها مكعبين، احنا ما حطيناش ملح ولا أي بهارات غير الفلفل الأسود، مكعبين مرقة الخضار من ماجي. ممكن تحطوا زي ما قلت لكم مكعبات مرقة الدجاج. مكعبين بس. ونوطي الحرارة شوية. عملنا قبل كده على فكرة مع بعض صوص الطماطم، حتى كان مكعبات مرقة ماجي بالأعشاب البهارات، وقلت لكم ازاي تشيلوه في التلاجة. يعني من الحاجات اللي ممكن تطلعوها وتستخدموها على طول في الوصفة دي. هنقلب، نتأكد انه دابوا جوه الصوص الشهي ده اللي ريحته تجنن. لو تقيل شوية ممكن نخففه بشوية مية. تعالوا نعمل جنب البولونيز، احنا بس يغلي غلوة حلوة كده هحط عليه على طول الباستا. تعالوا نعمل حاجة اسمها بارميجان كريسبس. عادة ممكن نحط صوص البارميجان على الوش وهحط على الوش، بس ممكن نعمل بخطوة بسيطة من جبنة البارميجان. هي دي جبنة البارميجان، جبنة الإيطالية، بما أنه إحنا النهاردة في المطبخ الإيطالي، جبنة إيطالية تكلمنا عنها كتير في بارميجانو ريجيانو من منطقة معينة في إيطاليا، شهيرة بإنتاج نوع من الألبان بيطلع الجبنة الحلوة دي. عندي طاسة على النار وعندي الجبنة مبشورة. تعالوا ناخد شوية كده من الجبنة، نعلي الحرارة ونحطها كده، نحط اتنين. دي بتبقى توبينج مقرمش، هو مش تقليدي ابدا جنب الوصفه دي، بس يعني هتبقى حلوه جدا. هنسيح الجبنه ونخلي جنبنا الاسباتيولا او اداه زي دي علشان لما تتحمر وتقرمش نقلبها. خلونا نعلي الحراره وهي بتسيح كده. تعالوا نضيف، مع ان الباستا ايه ابتدت تاخد الغلوه، الصوص ابتدت تاخد الغلوه، نحط عليها المكرونه. وممكن كمان في المرحله دي نضيف عليها شويه بارميجان. تعالوا نقلبها.
شايفين الجبنه ازاي ابتدت تسيح. اقلبها كويس. انا بحبش لما اروح مطعم يجيبوا لي الباستا مسلوقه وعليها الصوص كده محطوط على الوش، بحب ان الباستا تشرب من النكهات. عايزين عنا تفضل على الجبنه ريحتها انها بتسيح بتتحمر ابتدت تبان. عايزه اقول لكم سر، اقول لكم ولا ما اقول لكمش؟ الباستا دي اللي انا بستخدمها النهارده هي باستا خاليه من الجلوتين. حبيت اقول لكم بعد ما سلقتها وبعد ما دخلتها في الوصفه، علشان ناس كتير فاكره انه الباستا اللي خاليه من الجلوتين هي لونها مختلف وشكلها مختلف الى اخره. هي موجوده في السوبر ماركتس، وانا اصلا بعد ما اشتريت العلبه اكتشفت انها خاليه من الجلوتين، ما خدتش بالي. طعمها عادي، عملنا قبل كده احنا باستا من الشوفان كان طعمها شبه برضو الباستا اللي متعودين عليها العاديه. طبق ده ممكن يستمتع فيه الناس اللي عندها حساسيه من الدقيق لانه معمول بالذره. طبعا الوصفه دي تمشي مع اي نوع باستا، بس عايزه اقول لكم انه في حقيقي الوصفه دي، خلوني بس ايه اقلب ده، الوصفه دي تنفع جدا للناس اللي بتعاني من ايه من حساسيه القمح. تعالوا نقلب الكريسبس على الناحيه الثانيه. شايفين خدت التحميره ازاي، تبقى طريه، تتعمل بالفرن على فكره بس برضو على الطاسه كده سهلة جدا. أصلا ساعات كتير بياخدوها وهي طرية كده وبيشكلوها على شكل كون، على شكل رول اللي هم عايزينه. مستنيها بس تتحمر وتقرمش من الناحيتين. معانا وقت قد إيه كنترول؟ طيب إحنا هنا حاطين دي اتطفت لأنه السيفتي بالبوتاجازات بيكو لما بتيجي طاسة على الكنترول هنا او سوائل ممكن تطفي للامان. فانا هرجع احط الحلة على النار واوسع العين، وهنا برضو ارجع احط الطاسة على النار. طيب احنا جاهزين انه نغرف، بس خلوني اجيب حاجة كده اقلب فيها اشوف. بس عايزة اقول لكم برضو للامانة انه الباستا الخالية من الجلوتين، هو ايه الجلوتين؟ هو الجلوتين المادة اللي بتدي الشدة للعيش، عشان لما نيجي او لاي حاجة بيدخل فيها، لما نعجن ونقول هنعجنه فتره طويله زي البيجلز عشان نعلي الجلوتين، هو عامل زي الجلو، زي الحاجه اللي بتدي ترابط للعجينه. فممكن تلاقوا هنا انه المكرونه او اي حاجه خاليه من الجلوتين بتفرفت اسرع شويه. احنا عندنا الكريسبس بقت تجنن، فدايما توقعوا التكستشر ده، بس هل ده بيأثر على الطعم؟ لا. هنطلع الكريسبس اهي، خليها تبرد، اول ما تبرد على طول هتقرمش ونغرف الباستا. هرش عليها فلفل اسود ونحط على وشها كمان شويه بارميجان، عشان كده تلاقيتوني حاطه لكم السباجيتي العاديه. عارفين طبعا هنسلقها هنضيفها بنفس المرحله، بس دي خليها من الجلوتين. شيل الاعشاب وعيننا برضو على الكريسب. في ناس كتير على فكره عاملين كيتو دايت وبيعملوا شيبس الاجبان، اي نوع جبنه تقريبا صفراء ممكن يطلع معانا الشيبس المقرمش ده. بصوا سوبر كريسبي. فاللي عاملين كيتو دايت ممكن جدا انه يستمتعوا بشيبس معمول من الاجبان، مسموح فيها الاجبان بس مش مسموح بالكيتو النشويات. نطلع ده برضو نحطه، اتاكد بس انه خد لون ذهبي حلو. هاتوا اغرف بطبق كمان هنا صغير ونحط عليه الكريسبس كده على الوش. خلاص نطفي العين، ناخد الكريسب دي هنا تبرد. تعالوا نقدم الطبق ده، ممكن نحط عليه شويه بارميجان ونحط عليه الكريسب كده. شايفين شكله حلو ازاي؟ ناخد كمان فلفل اسود على الطبق كله كده، ونحط له برده شويه من الزعتر اللي دخل جوه الوصفه. وعملنا طبق لذيذ، انا بحب الفلفل الاسود كده دايما برشه على الاطراف. عملنا طبق شبه اطباق المطاعم، لانه ساعات كتير البولونيز ما
لانه بنقول مطاعم لازم ننظف الطبق، بتبقى ابعد دي عن النار لانه بتفضل البوتاجازات دي فيها نسبه من الحراره لحد ما تبرد خالص، بتفضل مدينا حرف الاتش اللي هو تحذير انها لسه مسطح ساخن. كنت بقول لكم بتتقدم كتير في المطاعم الفايف ستارز لانها وجبه من الوجبات الحلوه الشهيه اللي الواحد دايما بيحب يشوفها على المنيو مهما جربها. ساعات كتير بقى نفسه بطبق كده راجو وباستا وحلو، فده طبق من الاطباق الشهيه دي. تعالوا ناخد الكريسب دي برده نحطها هنا، شكلها حلو ازاي، وبرده نحط لها زعتر ممكن نقطعه كده. اتمنى نكون ايه رجعنا كده بعض الريفرشمنت كده للوصفه دي، ناس كتير بيعملوها وعارفينها. انا من الناس اللي ما كنتش بعملها بالطريقه دي، كنت بعملها مجرد طماطم ونعناع وطماطم سوري وتوم وشويه اعشاب. حبيت اضافه الخضار فيها، حبيت اضافه المرقه والبارميجان كريسبس اللي هي شيبس الجبنه ده المقرمش، اداها كده علاها شويه، خلى شكلها فانسي زي المطاعم. وفي المطاعم وده اوبشنال ليكم، بياخدوا ساعات شويه زيت زيتون على وش الباستا كده، احنا قلنا طعمه وهو ناي برضو حلو جدا. واول طبق للنهارده خلصناه، البولونيز الشهيه بالراجو الاصلي اللذيذ مع كريسب البارميجان المقرمش اللي